شيكو، بنرحب بيك في صدى البلد ومبروك على الفيلم. الله يبارك فيك، شكرا. في البداية عايزين نتكلم على فكرة ساعة إجابة. بص، فكرة ساعة إجابة موجودة عندي من وأنا طفل صغير جدا، وأعتقد موجودة عند ناس كتير خصوصا من جيل الثمانينات والتسعينات، هيبقوا فاهميني أكتر. إنه كلنا كان نفسنا نغير بابا وماما، لأن هم اقعد ذاكر، ما تنزلش تلعب في الشارع، بيشيلوا الأتاري فوق الدولاب، ما فيش مصيف إلا مش عارف في إيه. فكنت عايز اب وام تانيين فرفوشين ويخرجوني، وما كنتش فاهم بقى طفل صغير. وكنت بسمع جمله كده في صلاه الجمعه بيتقال فيها: ما من يوم الجمعه الا وفي ساعه اجابه لعلها تكون هذه الساعه. فقلت طب ما انا لو دعيت الدعوه دي في ساعه اجابه ما جايز ربنا يستجيب. فكنت بدعي الدعوه دي، بس يعني وقتها طبعا ما كانش ربنا بيستجيب لان هم قضل لنا الخير. ففهمت بعد ما كبرت ان ربنا ما استجابش لدعوتي دي علشان ابويا وامي اللي معايا دلوقتي هم احسن اب وام. فقلت طب ما دي فكره فيلم حلوه تفهم الاطفال ده، وتفهم كمان الاب والام انه محتاجين تكونوا تتعاملوا بالراحه مع اطفالكم. ان البطل يكون طفل دي حاجه سلاح ذو حدين، ممكن هو يعلي الفيلم جدا، ممكن ان الفيلم يقع. انت ما خفتش من ده الريسك الكبير ده؟ بص، اكيد كلنا خفنا في البدايه، واكيد المنتجه شاهيناز اكيد خافت في البدايه، ولكنها منتجه ذكيه جدا. هي عارفه بتحط فلوسها فين، وعارفه بتفكر ازاي. ولو جيت بصيت على شكل البوستر هتلاقي سليم موجود في الوسط، بس حواليه تقريبا نجوم مصر كلهم: غدا عادل، محمد ثروت، احمد فتحي، ايتن عامر، مش عايز انسى حد. بس يعني فانت لو مش عايز تدخل للطفل انت هتدخل لكل النجوم دي. فكانت الخلطه مظبوطه صح جدا جدا، ان اللي عايز تجربه جديده هيدخل لها، واللي عايز النجوم هم موجودين. ناس كتيره من الجماهير مجرد ما شافت البوستر بتاع الفيلم توقعوا، قال لك ده هيبقى هوم الون بس النسخه المصري، وده يعني اتقال هوم الون واتقال شركه المرعبين المحدوده، ده حاجات كتير قوي. يعني انا اللي عايز اطمنه انه والله يا جماعه، والله المصريين بيعرفوا يفكروا. يعني بلاش تقللوا من الناس وبلاش تقللوا من المصريين، وانا مش عارف احلف لكم بايه، بس هي الفكره اوريجينال 100%. ولما هتدخلوا الفيلم هتعرفوا ان الفكره دي جت لكل واحد فيكم، بس انا عرفت استغلها. بس اخيرا، ايه اكتر مسلسل شايفته في رمضان؟ صفارة احمد امين، علشان انا يعني انا بحب احمد امين جدا جدا جدا، اشتغلت معاه زمان. بس احمد امين وطه دسوقي الاثنين في الصفارة انا بقول لهم يعني ما لازم اتفرج عليه كل يوم، وعدت الحلقات بعد ما خلصت ال 15 حلقه. فاحسن مسلسل كوميدي في رمضان هو صفارة بالنسبه لي.